وسهلا اعزائي المشاهدين. اليوم رح نعمل نحن وياكم وصفه اللي بتحتوي على صلصه يابانيه لذيذه كتير، اللي هي صلصه الترياكي. رح نعمل ستيك مع صلصه الترياكي، ورح نقدم مع الرز مع البروكولي. وصفه مفيده ولذيذه جدا، تابعوا معي هيدي الوصفه اللذيذه. ومثل العاده دائما الرابط مشاهدينا اسفل الفيديو لتحصلوا على الوصفه بالكامل. تابعوا معي هيدي الوصفه اللذيذه. اول شيء رح نبدا فيها اعزائي المشاهدين، رح نوضع قليل من الزيت بطنجره على نار متوسطه. عندي هون زنجبيل طازج، ما ضروري افرمه، انا بدي اخذ الطعمه بس منه. عندي حس ثوم فقط، بدي اكسره هيك بهذا الشكل، وايضا رح اوضعه مع الزنجبيل. اوكي، عندي هون اعزائي المشاهدين زيت السمسم، بلاقيه موجود بالسوبر ماركت، طعمته كتير لذيذة. رح اوضع منه قليل، اليوم رح يدخل معنا بالوصفة زيت السمسم، شوية زيت سمسم ما بكتر. نحرك هيدي المقادير قليلا. عندي بصل اخضر كمان، رح افرم بصل اخضر بهذا الشكل. بوضع البصل الاخضر ربن شوي. هلا مجرد ما احمر عندي الزنجبيل والثوم رح اوضع الارز. انا رح استعمل اليوم رز البسمتي، غسلته مرة واحدة بس، نحركهم شوي. في استعمل الارز الامريكاني اللي حطه قصيرة او رز اسيوي ياباني، بس انا بدي استعمل بسمتي اليوم. هلا رح اوضع البروكولي، رح اوضع الملح، واخيرا رح اوضع مرق الدجاج المكثف. انا عملته سبق بوصفة، بنصحكم تجربوها، صحية، رح تكون موجودة اسفل الفيديو على الرابط بتفوتوا عليها. وبكمل بالماء لما يطلع عندي دسامة بشكل كبير. اوكي، رح نغطي على الرز، ننتقل لنعمل الصلصة اللذيذة اللي هي صلصة الترياكي. للصلصة اعزائي المشاهدين، قليل من زيت السمسم، كمان زنجبيل، حس ثوم كمان مثل الرز، بوضعه فوق زيت السمسم. عندي هلا اعزائي المشاهدين سكر اسمر، بوضع كمان مرق الدجاج. لازم يكون عندي مرق الدجاج سخن شوي مشان السكر ما يجمد، ولكن لا داعي للقلق، السكر رح يرجع يذوب كما شايفين. وايضا رح اوضع صلصة الصويا اعزائي المشاهدين، كمان متوفرة عندي بالسوبر ماركت. هلا بتركهم يغلوا على حرارة واطية لتعقد عندي الصلصة قليلا وذوقها، وبنكون انتهينا من الصلصة. مشاهدينا مثل ما شايفين رح اطفي تحته. هلا كل ما بخرت المياه اكثر كل ما صار عندي سميك، انا بدي اكتفي بهيدي السماكة مثل ما شايفين. مشاهدينا مثل ما شايفين عندي هون ستيك بوزن 250 جرام، شوية ملح، اوكي، كمان بهار. على الوجه الثاني شوية ملح، كمان شوية بهار. بمقلاية اعزائي المشاهدين رح ضيف زيت الزيتون. هلا رح اوضع هيدي اللحمة هلا بقلب اللحمة على الوجه الاخر. اعزائي المشاهدين انا بالنسبة للحمة بحبها ميديوم، انتو فيكم تعملوها استواء للدرجة اللي انتو بتحبوها، ولكن انا بحبها شوية تكون زهرية من الداخل. فبالنسبة لدرجة الاستواء انا رح اتركها فقط 3 دقايق على كل ميلة بالنسبة لهذا الحجم، ولا اشهى من هيك. الرز نذوقه قليلا. البروكلي عاطي نكهة كثير لذيذة للرز، كثير كثير طيب. مشاهدينا بالنسبة للميديوم درجة الاستواء مثل ما شايفين عندي هون الدم أو العصارة بلش تطلع إلى الأعلى، بس تطلع إلى الأعلى أكيد ما بتوصل اللحمة مثل ما شايفين. هون أنا بكون حصلت على درجة استواء ميديوم. هلا بس أحصل على هذه درجة الاستواء أوضع الصوص هلا عليها شوي.
مشاهدينا مثل ما شايفين تركت اللحمة لتصفي عصارتها شوي، في ارجع سخنها وباشر بسقبها. هيدي الخطوة كمان كتير مهمة لتعملوها. رح اسكب الصحن بكاسة مشاهدينا هلا. رح اقطع هيدي اللحمة اذا هلا بوضع اللحمة مشاهدينا بهذا الشكل وقليل من البصل الاخضر بهذا الشكل الجميل على الرز مشاهدينا. صلصة الترياكي اللذيذة سخنتها شوي، واخيرا قليل من السمسم على الوجه. اذا مثل ما شايفين صحن ولا اشهى من هيك. ولا اطيب من هيك نكهة، عن جد نكهة اسيوية بامتياز. الحلاوة تبعت الصوص والملوحة واللحمة والرز مع البروكولي زنجبيل الثوم، وصفة رائعة جدا. بنصحكم اعزائي المشاهدين جربوا هذه الوصفة وتشاركونا تعليقاتكم. بدي لكم الف صحة، الى حلقة مقبلة من مطبخ الشيف احمد.